لا يمكن تغطية الشمس بغربال، مثل ينطبق تماما على خفايا تسريبات وانبعاثات غازية سامة يتحول بعض منها إلى سحابة ميثان في سماء البصرة. الكارثة التي تطرقت لها وسائل إعلام غربية بكشف تحقيق صحفي حول نسب الهواء الملوث الذي يسبب انتشار مرض السرطان وكأنه بمثابة انتشار سريع كمرض الإنفلونزا. العملية التي تجري بالخفاء لبعض الشركات التي تحرق الغاز بشكل عبثي عند التنقيب عن النفط، حيث البصرة التي تضم أكبر مناطق التنقيب عن النفط لكنها أصبحت قنبلة انفجرت وتنفجر في الهواء مخلفة مزيجا قويا من غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان والسخام الأسود الملوث للغاية. ورغم حظر القانون العراقي حرق الغاز على بعد 6 أميال من منازل السكان، إلا أن الحقيقة التي يدركها أهل البصرة بدأت تعرضهم للموت البطيء دون حل جذري يوقف خطر الهلاك الذي يعيشونه. اتهامات مباشرة تطال مسؤولين كبار في الحكومات العراقية المتعاقبة كشفت عن ارتباط مباشر بين انتشار سرطان الدم واضطرابات الدم كذلك مع نسب الهواء الملوث المرتفع جدا في المناطق القريبة من مواقع التنقيب عن النفط وحرق الغاز. القضية الأكثر خطرا تضع شركات متنفذة وتورط مسؤولين لهم صلة بقطاع النفط في قفص الاتهام، ما يعني بالضرورة بحسب مختصين الدخول في عش دبابير كبير قد لا ينهي المسألة إلا بفتح تحقيقات حكومية عاجلة، سيما بعد أن أصبح معيار النفوذ النفطي أكثر أهمية من الإنسان العراقي عموما والبصري على وجه الخصوص.